كعادتهما يعود الشقيقان خيره وعبد الحق من مدرستهما نحو البيت، وما زاد من حرص العائلة بهما إصابتهما بمرض فقر الدم الحاد أو الثلاسيميا. رحلتهما الطويلة بين المستشفيات جعلتهما يحفظان تواريخ المواعيد الطبية. وتيهان الوالد بين ملفاتهما المتراكمة زاحم اهتمامه بتحصيلهما الدراسي. عندي خيرة وعبد الحق ملي كانوا صغار وانا معاهم بالمسوس، ملي ما ضبلوا لك كنت ما على باليش بلي هذا المرض هذا تاع بلي يديروا الدم وكاع نحسبهم بصفاير. المهم عشت نجري هنا في السبيطارات قلت لك بالسبيطار انك تعرفي بالصفاير هذاك وكاع نجري طفله قريب ماتت لي ما على باليش. ديتها زيرالدا، كي ديتها زيرالدا بدو البريه ديريكت بالمسوس. من ثم عشيت انا راني عندي مده تاع 11 سنه وانا سبيطار بالمسوس. ومن بعد زاد عبد الحق ثاني ميم شوز كيف. هو ابتلاء اصاب العائله في اثنين من فلذات اكبادها. عبد الحق الصغير سيتخلص من معاناته قريبا، فيما تنتظر اخته خيره الفرج الذي سيكون باجراء عمليه جراحيه في اوروبا لا يتحملها جيب الوالد. عندي عبد الحق راح اخوه هو راح يتبرع له في مصطفى وخيره ما خرج. خزرت دوك الطفله لازم اوبليجي لازم تديها تجري بها. هيا اتصلت بتركيا، كي اتصلت بتركيا بعثت لهم بحثوا لي وانا نسنى ان شاء الله محسنين يعاونوني مليار و100. والله واش نقول لك يا اخي، والله راني كما قال ربي راهو معايا وراني نجري وانا انسان بسيط، ما انا خدام شركه انسان بسيط. تركنا البراءه بابتسامتهما المعهوده يجتهدان في دراستهما لينجحا، نجاح ستزيد فرحتهما به اذا عوفيا من مرضهما الذي اثقل جسمهما الصغير. من المحسنين ان يساعدوني باش ندير عمليه باش نروح لتركيا وننجح نولي كيما الناس.